من نفحات هذا الشهر الفضيل هو تجدد الارتباط بالقرآن الكريم بشكل يومي من خلال حضور سنة صلاة التراويح التي يبدع فيها المقرئون في تجويد كتاب الله وبيان معانيه في جو من الخشوع والسكينة والإقبال على الله. وهذه رسالة إلى شباب المسلمين، أنه يمكن لأي شاب مسلم قارئ لكتاب الله، حامل لكتاب الله، مجيد يتغنى بكتاب الله، أن يكون إماما وقارئا مبدعا في هذا الجانب، لكن بأخذ منهج الله سبحانه وتعالى بوسطية واتدة. في هذا المسجد الصغير بحي عمر بن الخطاب بالدار البيضاء، إقبال كبير من المصلين الذين اختاروا من المقرئين شابا استحسنوا صوته وأخلاقه يعتلي المحراب ويأمهم، اختيار يعتبر سكان الحي تشجيعا للشباب على الالتزام بأخلاق القرآن وسماحته ووسطيته. أنا كإمام مسجد أم الناس حوالي 14 سنة، وأشجع شباب هذا الحي يأم كذلك كمثلين. أنا كما تقول الناس إنسان غادي يكون غادي تخلي خلف ورق، كان الحمد لله شباب تنزيدهم باش يتوما يتشجعوا وتوما يولي إمام ويقرأ كما عرفنا نحن كذلك. في الحقيقة كنشجعوا هذا النوع من الشباب للقيام بهذه المسائل الدينية، وكذلك بالنسبة لهذا الأخ ديالنا وبعض الشباب الآخرين الذين يتسمون بالوسطية والاعتدال، دائما نشجعهم ونتمنى لهم المزيد من القبول والخير والتوفيق إن شاء الله في العمل ديالهم. لتبقى صلاة التراويح فرصة للجميع على مدار هذا الشهر لتجديد الصلة بالله والتقرب إليه رجاء في رحمته وطلبا لمغفرته.